خبر کمین ز خبر کمین تخت هتلتی هورن اف افریقا تی وی کمی غنی خود لومی اللي تعسرته حمشته مسكرم ساعة شومن تمشد بقصص رابلين سلساي كفال بمن قدي نايل سات ساتلايت قتاتلو بروغرام اب حموسين عربها ساعة تعسرت نبوز دقام نايلو مدبنا عندي دوكومنتري بزعبة تاريخ تي قفئي لأني حزب إريتريا زور اللي كابتي ناي زي تليان جزءتنا تليان كمفا جزءتنا إثيوبيا زبط زد هسيس مال ناي دوكومنتري بسقطنا ني هورن أوف أفريكا فلوي مدبي لهم زد دالو بس مرات تدالو مدبيو رئيستو خاء واي إريتريا زبل بإنجليز سلمنتاي إريتريا زبل سقول مالات إتي أبتي كده أربعة أنكل تندر زخون بروغرام لومي بقام قات غرينا نوع مالت كن فنوينا بس بنقد ساتلايت بزحت صحيفه منا مالت تي في يوتيوب تا أغربنا مننا تبرنام بنا بزحت أب السودان زلو إريتريا إثيوبيا إريتريا أنا بس تخاب ما خلاه مبرق قداسي برنام ككتاتلو آخرون تدخمتنا إنترنت اللوجري وقام كم السودان مسالي من البات تي إلكتريك حنساب تي إنترنت دخمت زلو تمساسل إريترا سلزي لومين زي أبروغرام أربعة كل التدقيق سلمنتاي إريترا دي بنتي أرستا بس مرة ني هورن في أفريكا ستدالو بروغرام كنو فنونا تفتاتنا دي مالت بزحات اللو تي هورن في أفريكا كل شاب بروغرامات ناتنا بعسر تقوم قان سرح سلزي خلنا قال له مثلا اب السودان يكون اب افريكا تقنقطات قد في اريتريا يكون تجرينيا يكون امحرينيا يكون زي ردهم بزحات اللي ولا عرب كمان اب افريكا زي السلازين احنا تقدس النبلو بروجرامات اب زي نايل سات اب سمون كل تشاب كل تسعات سلازلو ما بكون لكم هنا اجي مسؤوله قد زي ناي سلمنتا اريتريا واريتريا تبع المستوى ده قال عسرت دخول كناتات أب السودان بس أنا ديركتو بيت صحيفة هورن أوف أفريكا تي في أب كرتوم قال محتت كايدو نيرو كايدو مالت إكي تحري لومي قال عسرت دقيق مالت تهايلايت ناتو تي كناتات هلو كناتات نتاي مسل بقام عرب سلزو خونة قلنا تي سبح زبالي قال محتت نسوز قبرو أبزي أبتنا يوتيوب شانال خندقموينا تي أزيو مالت تي كناتات أي كناتن أي سلامنا في السودان ساقبات أبو أزولو زيديسيس بروغراميو نمس أي غا مالت بزوح بروغرامات حيزنا لنا بعبي أخاء على حمتي كونفرنس ناي سلام تبل أب أوستريا تساتف هنري سوخاء تي كنات أب أوكرين زولو بعبي أخاء تي أب إثيوبيا منغو إثيوبيا أنزلوا مالتنا حيت حيت كنا زتاسس كونترات إحنا نحقا أب أخذنا تي قلي فرق سعد زخون عدل توهيبنا كنا تات كنتين سوم زري وسوم وزي خونس بناتنا قرار بغربنا لنا كساب دمت سزولو سومون ويخا بقت صالي خا مدبات بقى تقرينيا بقى عرب بخلو أبقى سات أبسي يوتيوب شانال هورن أوف أفريكا تي في كتاتا لنا اللاغو كساب أبكالي مدباتي الرغبة لنا حلقة مشاهدين الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي حييكم من العاصمة الألمانية برلين. برنامجنا اليوم سيكون حول فيلم وثائقي حول الأحداث القديمة والمعاناة التي مر بها الشعب الإريتري في منذ خمسينيات القرن الماضي. هذا الفيلم يستعرض حتى آخر الحروب الحرب الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا باللغة التجرينيا، ولكن نحن سنحاول أيضا ترجمة هذا الفيلم الوثائقي الذي تم إعداده لقناة القرن الأفريقي من داخل إريتريا. وبعدها طبعا تتابعون أيضا لقاء أجراه الزميل عود فلسطيني مدير مكتب قناة القرن الأفريقي في السودان وفي جنوب السودان مع أحد السياسيين السودانيين
لإطلاع المشاهد أيضا الأحداث الدائرة الآن في السودان. ونختصر لقاء الزميل عوض إلى 10 دقائق، وبعدها تشاهدون كل البرنامج عبر قناة اليوتيوب، أيضا في قناة القرن الأفريقي سيكون متاحا. في الأسبوع القادم أيضا سنقدم برنامج خاص حول قضية السلام والحروب يعني الموجودة، سواء كانت في أوكرانيا أو بين أوكرانيا وروسيا، وفي قناة أو في منطقة القرن الأفريقي خصيصا، من عبر مشاركتنا طبعا في مؤتمر اشتركنا فيه الأسبوع الماضي. سنخصص هذا البرنامج بعد ترجمتنا لكل ما دار في ذاك المؤتمر، لأن المؤتمر كان يدار باللغة الألمانية. سنترجم كل هذه يعني ما تم تناوله في هذا المؤتمر باللغة العربية وبالتقرنية، أو أيضا سنحاول باللغة الإنجليزية والأمحرية. حتى نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت، اليوم تاريخ 15 سبتمبر 2022 الساعة 8 مساء بتوقيت برلين. سيعاد البرنامج في يوم الجمعة غدا أيضا في الساعة 10 تباحا. تابعوا معنا هذا البرنامج عبر نايل سات، عبر منصة قناة حوش. وحتى نلقاكم في لقاءات أخرى، استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله. But it means the end of Italy's possession of Eritrea. Resolution defines. ህዝብ ኤርትራን ሀርበኛ ታጠጋደልትን ኩሎም ፈተውትን ድማ እንኳ ህልምና በህግልብናን ሰመረ እንኳ አንወጋውና ጽነትን ሀገራው ህብረትን አብቃና ህብል ኮለሁ አሚቅ ሀጎስ ይስማዓኒ ካብለው መዓልቲ ኤርትራ ልዑልነታ ዘረጋገጸት ናጻ ሀገር። This is extremely dangerous to our democracy. ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቀየር ወይ ህግደፍ ከሚያል ከመለሉ። ያይናችሁ ቀለም አላማረኝም እና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባችሁ። የጸጥታ ኃይል ያለው ጥያቄ ሳይፈስ كندز وسد كده يسد كندز بده مسواعه نت يحتت كوينات قصر قرر لا يلبام صراحة سريحنا بهذن بعقلن لزبن كيتحللنا نسرقلنا. I recently renewed sanctions on some of the worst abusers, including Eritrea. The crimes of enslavement, imprisonment, enforced disappearance, torture, persecution, rape, murder, and other inhumane acts
The country the Western mainstream media love to lie about. Eritrean. Asmara. Eritrean. Eritrea. Asmara. Eritrea. 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 Asmara. Eritrea. 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 Why Eritrea? Why this country? And why so many young Eritreans will risk everything to leave the country. موت إرتراوين ما أكل سحبت أرست زينا من رخاب بزحن كابز خون حد إراي قبران ما أكل أي بحري ما غابر كخون زي التحارية حزاتي إنك مسل هو تنبس أهان زي قطات أطفي إيو بحر المدربدان هو السب كبلع نمع كان الزينا ترازان تافيليم كخون اللو من كلو نتا بزح وقاز تخفل الله وحد هز بزل لوا إرتراقنا نايزل ألم كان زايو عجاء إرتراوين موت زتبهل إنك مسل تدقاقامي كينات ورو كينات سدة سمبراتون دارقا على توي وقعي إرتراوين كوينو. It's clear elections aren't imminent and the state is not about to loosen its grip. That's why despite better healthcare, every month thousands of Eritreans risk their lives to leave their country. كندزي إرتراوين أبسهرا كندزي إرتراوين أبسينا كندزي إرتراوين أما أكلاي بحر مويتوم. Every month, hundreds of African migrants make a perilous dash towards Israel. Some are shot by Egyptian border guards. Others get entangled in the barbed wire. بزوح عدلات تغوطيون، بزوح واقات تخفيلون، هلون نقازو حاسات هاجر، زيقاتاتا يموت اللوو كتسمع، سلامنتاي، اتازن أسات حتى عا. سلامنتاي، سلامنتاي مبال أقدرس حتى عيو. حباس نبعد كخوون زيت حري ولدو ابزي قارت كانزان خاتو سلامنتاي يرد از قبره ينجر زو علي امو سينا بس حنا اب حنت زيت تقم بوتا 150 سب تنفاس بالك هاداتو تاع الصايا ويا جميره ملو معلت مقدقات حادث سب مزيو تهنو يا وصالكا نسو دخيمي وص نعود زبريا خالق أتو أبو سلسة وحيس أنيحة بتازحاش والتباهيلات حسابنا برد إركان غدمي الزرقحكا لعلان خد قد قاتيو حنسا حنسا دوما بقرخان لعلي رسخان تحت قرى من توتو لها كم زعين السكي أسي أنا بجاكا بأبزي ناي هوليوود فيلم تزيكوين نسي بهواتي كريئي يلو بهواتي هو مخد قاتي ميلا سمع حاسيبا يفلتني تسنسلة أسيوزنا برد نتي قعزو داما منغو بحفش أنا بسين إيدين أقواريسو إذا إيدين ممكن نفح جميل رفت مودة أتقوس إيزي زيت أسيرو دم سوق أرسا بك أبقى أربع سنحو هاي سنحن بلك عو خلص سقاي كركف جميلو بفلان إذا حنك الحنك اللي تهبزنا برسي تعاسم تغاي تعرفو تسقا عو خلو يرقفو The experience cost him thousands of dollars. It may also cost him his foot. The traffickers tortured him with melted plastic. They drove us to Sinai. They tortured me because I could not pay the money. I begged for mercy, but no one listened. Tesfai was tortured too. He fled Eritrea with his older brother, who didn't make it. They suspended him from his leg. They beat him and left him hanging there for 3 days. And then he died. سلامنتاي حدود راي زي كونت سروونيا لكعيو سدات زنبران زلون زغط صلن تقبار دك اسابيو تانك سدات كاكم قدس اتو زتفلاليييو تانك سدات ايرتراوينون حدا يو كبهالاي كالن كابت وزوح اتقولو حقن ايرترا نزبوينن علموينن حالتات اي تقلقلن نزب الحساب اتي زدمقنا يتقزيف سئليو ننقرات بخلو كرنعو كن ملكتهم قال كفال تاريخ كندسسهم I was in nice time to photograph the head of the British convoy entering the coastal town. Well, that's that. I don't care much for the place, but it means the end of Italy's possession of Eritrea. قطباوي عامتات إرتران مدخام سدات إرتراوين نمكالتاف مجزاتاوي سرعة إنجليز أب إرتران تدوكينن زنبرا شدوش دمي تزبزحا فابريكاتا تعنوام فابريكاتات بمعناو ناي شغل عدلات بمصباب زيقاتات سرح ألبون مكبار ناتي إرترا بقطبا
نبسا عيتق النازب البهجين مسمار زنك أدايوم أزي أبناء عسر تعمد صانحو استفدت سمعنوات نمحبرك قطبوي تحستو هزبي إرترا توسعنو كان تفتقر اللو نتتصنع من النتقن أي نغنقون كاباقا مولادن يقرعني ويحبنني أزا خمزيلم كلو أبشحن تشاعت ميئتن أربعا حموشتن معر معرتون كالقوتني إرتراو من النتكعنو زتا مسرحو أجندا حادة تحزو تقهدم أب أوغادين إتوبيا حادة عور تحزو نداري ترخبام نزي نداري أكال قمجوم نخي قبروو بمحلان بهقن دلين هزبي إرتران موطاي دحراي بلون نزي عور نداري زد هساسة كوبانيا سينكليريوم دلایو هیون خجبر دم ما نب صحفی گودیات وقت آمریکا ابزلا آخود بدابید ما کم زیبل کوبانی از زیتی سینکلر شدیش میتن سالسان حمشای گردن آ نیویورک مسکرم عسران شعاتن شند شعات میتن اربع حمشتن نب کبر صحفی گودیات وقت آمریکا عتو جیمز اف برینس واشنگتن دیسیم كبر صحفي قديات وطائيم تكالنا بزعبا ممعبال زيتي مالت ندادي اب ايتوبيا مسحات اياوي منقستي ايتوبيا امولو سممع بزحنا نركب بزعبا زي سممع حابريتا كمزل لكم قمتا لني حما عدل كوينوغن ايتوبيا اف دقى بحري زي بالله عزقوتي هاقر مخانايو ابتز قبرنايو عووت رخبت ندادي كاب إيتوبيا تبقسو نامتشو أفدق بحرن ترمينالن زبت صحمة تحلال في دبو كنسرح قد النتاويو أب إيتوبيا زلو نايمة معبال مدباتنا كغلصل انت داخوينو جن إيرترا أكال إيتوبيا مقبار قد النتاوي قبرو بزخاء أفدق بحرن ركب إيرترا كاب إيتوبيا حليفة أب تحتي مكوزطار كالا حيال هاقر انت آتيا نبمولو نايمة معبال مدبنا كغلصلوان كوغونا دبونيو سلازي بيت صحفتكم بزعبة إيرتراز ملكت ألب إيتوبيا دقف كهب عطي بغي محسن نقفلت أخم بمبال تكالنان هاتيعوي منقستي إيتوبيا زبت صحنا يوسممع كام أون نابتي زد اللي أفدق بحري زبت صح مسمر تبون بسيلي أطحيزة يلقلكم اللخو حتو إيتوبيا ني إيرترا أكل مقبار زد ألب أمامه نزي بروجكت معرخن دي وسان مخانو كدقن زبيخم بتعيكم أزي دبدابي حادة كابتينة تصنت إيرترا مرجع سبر بحاكم زيكونة زيك حادة تحستو أيو أزي دما عدل إيرترا وين بقالوتها كتسألوان زمارة رنزنة وحن قاسي ككايدن كالسبام نجيو بوليتيكا وروب حاز التحاري سفرا بتا محاز أمزخونة إيتوبيا كزوور توسنام أب أوان كالأيكونة تعلم كونة بدحريو جيوغرافياوي أك أمامتا إيرترا ني واشنغتان لعل أكداسنت نبروم كابر باعتا جميروم بينتاغونن بحتوين تكالات أميريكان أب لعلي إيرترا كم مقاتات أمينة فرتي متأقاني حيل بحري وزتز أمسلو مدبرات ناي مدكوان أكداستي وطنات نبروم أب شحن تشعات ميئتن حمسان سلستان سرعة واشنغتانن هاتياوي منقستي إيتوبيان دحري موحاس وساني فدروشن نايت ستا سمن معات بمختام هلاوة أميركان إيتوبيان أمريت إيرترا أرقاقاتهم سرعة واشنغتون نود بحبرات هاقرات ملؤ بملؤ بمملخ بمنقدي إيتوبيا ني إيرترا بمكوتتار باتشعو قزي أب عالم زلا على أقداس النزنبرو نايت ستا مدبر كدكونن كان وطيئتو كلو نتفتات من قصقاسات نربحتات أميركا زتقرارو جلتات من قصات نيركبات مسمرو محاويسكا كتقوزات عرن كتكاتات لن بقعات بازمان تصر أميركا عبتي عباس مراز دكونتو مع أسكر كأنيو نملأ مأكلاي مبراق مأكلاي بحري كأيح بحري هنداوه وكأنوسن متأببو حرموز عبتحتي ملوكو تصر سرعة الرادار حبريتان أتوتهم كمر أنا يزد ما نتي أب فيتنام التكيرو زنبرة ورار بزي أب سمرا ستدكونا ناي حبريتا ما أكلتو قطات أورون تم أزنو النيرام
نزد مايو إيرترا كم أكل إثيوبيا بزيفة حوساني فدرشن كت قرنز تدلين نزي علاماتات هي ونمكبار مبقريو والساني سلسل ميتنتيس عن أي فيز تمحل لفهم بعين فتحي كران كله رئيطات هزبي إيرترا قمت كوها بنيروه انتخوانا نستراتيجيكا وربحتات أمريكا أبزوباك أيه بحرن علم لخاو تسأتان سلامن أبقمت بمئتاو أتهاجر مالت إيرترا مس بعلت كيدان نازخوانت إيتوبيا كتحبر قدن كوين الله كأنزا إيرتراوين كتن وحزوه السنة علم سلامن تايلا كي تحاتتت الزودة قطو السنة أمدر أفريقا نو حزيس أنحو قهري كمزا أقودت أيستبخالتن إيرتراوين إيرترا ناتسنت انتزي رخيبا أما برا أفريقا السلام كسفن زي حسام مخانو بمقواج كالس جميرهم كل امتنا وقالسي تجزيك تبس وسنة اللو عالم أبتها قرات ببدن بأنتك إذا حزالو مدرخ بفولي أب إرتراغن نايم براقن معرابن حيالان أنتار هزبي إرتراغو ما كابتات نتات تواناك إفوز التعب سدمتي كام معموق أنقود قدو نت أمام إزنيك خفت بغيعو إرتران هزبي إرتران عمتاز زكايدو كالسين ناتسنت نيوار حتو تريفولو أب زبلولو أوان أب أتو أتو من لأحر ندمة كال أقود تتجعلوم أتقالسي عوتو سلزي ترفو أتا زي تقلقلوم إرترا بتا أقلقاليتون كتزور حدر بحقي بجغتو أسمعه أبال مأكلي وكيل سلي أمريكا باول هينز مس أبتغزي أبومبر هزباوي ويانا حرن التقرائز نبرة كدماي منيستر إتوبيا نبر أتو ملس يناوي أبز قبرو قالم حتت نما إمان وزات أقم دقو القهري بشحن تشعات ميتن تيسعان سني دوم أبتك قالم حتت ناتنت إيرترا نعصر طعمتي وانت تصنحا أمونغو أمزلوناي كبسان متحتن فلالي حسابات كفلالي يوميو بدحريو بعلوم مس إتوبيا كان حوز كبلو نايوم بدحرزي أفدق بحر زلوات تقراي كان مسرتينا بمبال من اللي سلوم والسعي سبحني من يوم من يوم عبدك أسحل يوم عبد تقراي دل يوم وارسايا فاشبر عيفالك وكالوم هزمي أرترا بحرشا بفر الله دي مرحبا زواب مبار يرغب نايوم أبيت تمركوتات أبيت تشكوتات حاجات زي يرسقون. نعم أخذ عدو أفريقيا كله هذا جوجلة سريرة منا هذا حيلي. ناي سبيشال فورس حيلي. ودبر هذا بحال فلوت ناي ناتو منا وتدروي هذو منا كوماندو حيل تحت مرح زنورة نسوز مرحم. نابتيس عبيلهم زهونو كليات حيل تحت مسيو مسانا. أما أخل عدك ناتكرنا زور رئيلو سنة شو أقلك ناتكرنا مسانا مسيو من يوم كم ناقا الشعز ومحوحو من يوم كسب حضر سمحوحو من يوم كم ناقا الشعز ومحوحو من يوم كسب حضر سمحوحو زانت أخغونك عوال سائره قاطع يدريو كسب شره حق خرق ملكا ولا سوا تمهار يوم نيرو كسب شوا نحن مكتلات نسمع عزز تخينهم خلنا بتوق هو نسمع عزز زحشة مكرر لهم طويل نحن مكتل زحشة دفاع لهم زحشة أي توصيل عمل لهم زحشة أنا وقلت مكرر لهم كان أنا العلم عليك دجنو من دينا
مش حاز عزرو تعلمتي نبي ترى سيرنا كنا علم خيلنا عبي انت عايش مينيرو عبي حاجة زينيرو وانا اسي نبي ترى خيلهم تعلمهم كله ما لن تزيع تقو قال يوم عاتقهم نبي ترى مسيوم زين قال تقرأي دول مسارات نخلوها مقبار عبي استوازو نيرو كبحر دار أمونجو بحر دار غندر نبزلو ميدا أبستجور ناي تانك بتانكوج ناي هزبو كمبار تانكني ذات روي ترانيرو صبح حجز غيره من نايو صبح حجز غيره من نايو وحدة هدي سواتي ناينا زلك في هزبي موسمبر ركي أشرحي أجب أنيو إذا حلف معرف رسعوا يبلكم زرسع نجار يكون أنت مرتس لزلو جن وسدنا خن حك خيبلنا وسلكم كتحكوا بالكم يا كاي بحر حيل يا متهون بتونيتها تري فرابلي بسلام أي مجد بس من منت بسلام من تعلم أهون قالوا أهون يا كال يا كال تدرجة يجزي كده قالوا نبستكر بفندات هيكل ناتنا عين هبين ناين دام ماتنا خا عين دين أي بحر لإقonomية ودقتا تشنم كي ترالو لأقرار جن دهنت ماستر بكام بدام تلك تسونا لو بيه مامن جمر حجوان حانت حتوكن حت تينان قداد سلامن تاي حكي أنصار ناس النت دو زبيل إرتراوس لزي اللي وسيت نازي زكاد للرفرندم سبات أو كأي حن سمعون ممرأس زي تجاجيهم ميت غميتي ناس النت كم زخون أي ترى ترني. I have the honor, in my capacity as the special representative of the United Nations Secretary General, to certify that on the whole, the referendum process in Eritrea. Could be considered to have been free and fair at every stage, and that it has been conducted to my satisfaction. Thank you all very much. The tour was quiet. عين حزب إرتراك كانوا قريك علن. تطعنت شعاتل نقطة. شمونتم يتنحمشتن كم ميتي. نايتهم دنتهم ذهبوا. هو خدمت خلوا. Zero. نوطا حرم يتنسان حمشتن كم يتن ترايز عيفا لرميت أم مالتي عالم كيف توت الدمت سهز بإرترا كتسمع تقديدا كيم متس بصاب أبتسل إمنبار بحر إرترا سلزيكونا نخلو بدلات حدقات كتقبر وسينا بدم يقلم جن إرتراوي من النت حدقات زيفك أدمس المخانو تحيفا نخلو بدل حدقات نلقلو النت جن عيفال زت خسر عدلات المحواي رجوع جودبوب بمفطار نعبيتن معبالة عتفا بمعياي جعزو أبز تجمر اللو دقيمنا سلمن تاي زبل أبزي حويك أصلي جو كنس نس جميرو باب إبرة لولا ونزفتن متنقاب لعلم أنم هزبي عمتات نسلام زدليان زبها كان هزبي نسلا سلام كبلي أرخبل زيد حرحر هزبي نحق إن سلامن أبكن دبوغنات بحقنا ديوام نستوى السنبيين حراي أبزبللو كمتي ما بأستي لبام يقبر اللي زتبهله لبام ما بأستي بزي مركبو أتبيين تقبار ونتو أي تركا قطعن ويانا نوسان دوب محنقادو سلامن تايلكا كتحتت مستئر وكت بربر زخوانا شحر آيد لنيو حق أبرسات قبركايا بأقرات واتسعام أب عمتك للتشحين شوعتن أمباسادر أمريكا أب حبرت هاقراز زنبرة جون بولتن أبتا Surrender is not an option زر استامي صحفو نقود دايدوب إيرتران إيتوبيا بزملكت كمز السعب صحفو اللوم It undercut the argument why we were in the Security Council in the first place and برقز أنا زقعي باللين نا إيرتران نتبقن حاق النزل لوخوينو يسمعني
إثيوبيا أب كل التشح نتي دباوي مسحاب نمفتح زغربة ميكانيزم تسمامعة اللو كتبقع زاعت وطوم بزعات ألي مقام أنا نتت أقم كنفتحو لنا النار خسك خير سقيدنا كنرئيه بلناني بالنيرة فرنسا جابانين كالقوت أبالات بايتو تسطنون مصر إتوي يسمام عنيرهم نعي فتيمو كرد أني بزيك على مخنات جن So when Assistant Secretary Frazier shifted her position which it was within her responsibility as Assistant Secretary for Africa it under قبل كاتيت كلت شحن كلتن جان داي فريزر انفتا بمزار اتي جيجا انيريلا زدمدم توسانه كوميشن دوب ايرتران ايتوبيا داغم تلعيلو عبا خفال كابتي ز صححب غزاتات ني ايتوبيا زوها بلو كنت كفطر حتقريبات لي بوغني نزح توزي كمي غيرن ابايتو تصتا كم زربو حربيتون نيرو عبتا مساسالو قداي بيجيزيهو النتفولي وكيل بايتو تزادتا اب ايرتران ايتوبيان زنبرا ميستر ازوز انيفار كامز السعب تزاب تزاب تزحفوم بعشران اربعة سنة كلتاشحن شدوشتان مستحقا قازيت قدايات وطا اميركا اب قدايات افريكا جان داي فريزر اب ادي سوابا ترخيبا نيره كومشن دوب ايرتران ايتوبيان تعز اطافي كونان زبلنا يتعسا مقلت نيروه نتس اقام المفتاح كال تمعداو مسمر فتيرا خمزة لدما قليت أتلي بريئتو آن مملكات دوب باتي إيرترا تدلي زلا ملكا انتخوينو قبراو النزيب الليو بتوسخي أتفتحني إيتوبيا والنزار بحمن تقخون مملكات دوب بزيزة تخفت صم يبلون بحاليتا ويوم حنكات سرعة ويانان مملكات دوبسي بناتهم رئسي زنقال زي مخانو يبرحال كام هكدف وي بوليسيو غير وهكدف غير كخل الله ناتنا عاوم تدرس لزقنا عاوم زلهم هاجرات كحجزنا بزحتن قصائصنا هنا تسعر جيرنا هنا قطعهم خينا أمريكا توسنا حجزهمنا ناتكلت يوم منقستات بمنقد دي مرحتهم نايمود أتانك أيادن بيين تباهيلو كتام ستنبرلو ناي سلام سممع عندهن حريت مملاس نمن تايتا داليوم كمو تزيتو ناكلت عقود أي سلام أي كينات هواهو وي كينات بغال مداي كم زسفنن إيرترا بخل مدين خطر مسن تسريحون سلامنتاي ازو خلو شفت أدليون ني إيرتران إيرترا ونتن ممهمان انتاي كايرو بحقو سلامنتاي جن بحاوي موزاي حدقن يا مخانو بغال زي كوني بتقبار زفلت هزبي إيرترا سلام قداماي مرجعو غيرو سنو حساب عقر قرفت إيروهي وزي قاتاتو كوان توسده لؤلا ونت قناي تدفران اتام رجع سبرب حاك تكون زيت حريت ايرترا بدك زيت قنات انبخونات علنا كي كم تمالو كجي وانت خول السلام يوديت نقم سحالي فوقن عين مرك غلينا بجهران فخران تسنا بيدنا تنبركيخنا تسعرنا انفلتنا كلو زز تورور أقهيما زز تفترة كرس الدكي وقع نبعات كابدس إيرتراوين كتأفق داقي من رفتاب تقبار كتسوى عبس تبهل اللوغزي اقراز بالحساب نغيلوم مربا بحبريتاوي كليكس بحدد قمتي كلتشحن عسر تحمشن عبزك قالو عسندات قبلعلي إيرتراس تسقدد اقرا بوليتيكاوي دفئيت كمزنبرو بمنتصار نباد محاويسكا اب تحت قوبتا ايتوبيا اتيو زنبرلو لاو بمريت ايرترا اغلبون مقلباس مخانو يردم مربا بحبريتا وكليكس وسيخو ولاكو اتي ابلع لي ايرترا استوسن معقب بعسران سلستن تحساس كلتشحن شعتن تصدقه قداي سوماليا ايرتران جوبوتن قرمي ابايتو تصتا ودوب حبرات هجرات مقربو اب كلتشحن شدشتن أنصار إيرترا زغن عنا حسود زمتتاتن وديتاتن كم استبقسه يحبار ني إيرترا نمقاد كم مقناس تقلصه شدوشتان اتبطار دما حادة عب كل التشحين شدوشتان منقست إيتوبيا منقست أميركا نجوبتي مس إيرترا زلوازم دنا تاطي كت قبرلان نأجن دا إيتوبيا كتحقزن تمحت أنا إذا حساب وكيل قديات وطاء إيتوبيا أتو تقدى ألمو مس وكيل صحافة قديات أفريكا دونالد ياماموتو بعصر شدوشان مسكرم كالتشحين شدوشان أبدي سابا أبزد ترخبلو أقريب اللوم
بمسرت مجزأت ووعلات نيرتران جبوتن كسحبن زخل دباو حتى ينبران يخن بر بمسرت إثيوبيا أميركا زغربت وطلب عصرت حدا سنة كل تشحن شومنتن وتحدرت جبوتي عبدو بكرت انحقرات قبل على الزنبر السراوت إيرتران متقعت فتسما دحر حد إروق إدما بريزدنت جبوتي إيرترا وريراتني إلو خصصا أميركا دما وتحدروا متقعت إيرترا أنصار جبوتي بزبل قبل على إيرترا زخنن مجلس وطاقات تدالي وزيس أنا حبايت وطاقتا دما نزح حبريتا كقاوحن كم كسخة أربون جمرا كالي الزلحة خوز سندات كم زنت روغن أمباسادر فرنسا أبجبوتي دومينيكي دشرف ولكن مجلس المينستر قديات وطاع جبوتي قمز هبون تخونة ناي فرنسا والتهدراوين تعزبتقن أبدوب زدت أكب سراويت إيرتراي رأيون بعصر شوعة ميازيا أبتخبابي كوالا لخطة كايز توافرت نفاريت زخونة مثل خسي بزتحاز أمرم نمتازة بتصحنا قراي رأيتن أبتدوب دما تعق ظلو ومتخاب ناي سراويت أي تعزبتن بعصر دخلت قنبوت كل التشحين شمونتن ناي فرنسا قد أمامتا أبتو قداي كم قدمو ينيرو كاب إمباسي أمريكا أب باريس التلاء كمل أختي كمس السعب بل لقال جيبو تاوين سلسة قزين معلتي يدولو لا من باروم نساقن أمال أختا بعلو بسلام زدك أسا قداي كسكيسوم أبتو زوبا وطري كام معراك كقود أبو تلابو من بارا بتوسخي أمانقو إرتران إيتوبيان نوح زقابرا مسحاب النهالوة كلتي أموه قنات أبت زوبا كالي قدل كفاترو كم زياد اللي بمقلات أمونغو إرتران جوبوتن ندباوي مسحاب زد الرخ زقون تاريخه ومسرد كم زياد له تحبرو منبارات قلت كلتا صحافي تقوديات وطا أميركا كوندريزا رايز أمقابيت كلتاش حنشو منتن ناوي كل أميركا أو دب حبرات هاقرات أبز سردتو من الأختي أب علامة أقدا زودعو وطيئتاوين الشنخات كتنعو رؤيتو أبالات بايتو تسطة زخنا حاقرات أفريكا انتا يمثل وسنتي سبا سلطان إرترا نيقو عزو كل كلاك قبر اللوم تسقطات إرترا كدسكل أب إرترا زقبرنا ينقدين وفرن قدب كقبر اللو عدنا إرترا زقونا دبلو من قد يخد الله إرترا نيطوار شمتكت أقر زخل ديبلوماسيا ويزم دن أميركا قمقام كقبر اللو حبي رام سلستم قدماي منستر إثيوبيا نبر أتو ملس زيناوي مستحقا غازيت صحفيت أمريكا جان داي فريزر بعصر شوحت ميازيا كلتشحين شومونتن أب نيويرك أبس قبر وركب قدماي منستر إثيوبيا أمريكا أب لعلي إيرترا قطباوي تساطين مفتار أوتا إيز غمتو إيرتراوين نلبعتن تهدسون هاقروم زخفلوو ناي كلتميئتاوي تقبري كاب مئكاب كلكلاك قبر اللوم تقلباريبوم أميركان زتفلا ليا محازو تازوخونا هاقراتن دما نزي إيرتراوين نهاقروم زخفلوو قبري نموطعين نمخلقالن مصر حوالا مقوندابن زأمسلو زتفلا ليا وسانتات أحلفام نتيت أمور إيرتراوي محبركم نمزراقن مس هاقرو زلوو متأسسار نببتاقن دما مكتال سلستة الدراشات محبركم إيرتراوين أبشودن مزراف نبرد إمباس إيرترا أب أميركا ننطفات إيرتراوين كأه مات أنوز حلفة مفر رحم بدلاتن كابتي بزوح زيتا قلتس بدلات قبل علي إيرتران إيرتراوين انزت خايدا يوم أربعة تم قبل علي إيرترا زيس قدد إقدا أفريك أو مسلمتان كهلوو بمنقر دي زباو محبر إيقار كقرب سوزان رايز مسفتس أمي قدايت إيتوبيا أتو في الساحة تسمى أب نيويرك بعصر سلستان حاسك التشحين شعاتن أبسترخبلو توسينوم زخونا زحلف حدش وسانا دما قداي إيتوبيا، سوماليا، جيبوتي زبل قدما خونات كهلوه توسنام حموشتم بعسران حدن مسكرم كل التشحن تشعتن أمباسادر رايس ناقاتو ملس بايتو تسطة قابل على إيرتراز وسنو أقدا سرعة إيرترا نسلامن تسطان حقرة سوماليا زسق كمون قبل على جيبوتي دواوي تحسد كم زكايد بزبل نفسو زخ على قدايك خون مستوكسته اتو ملس ملو دقف هيبلوم كابش حين تشعات ميتنتيس انكلتن اتحيزو اب سوماليا اتوار كي سدد اقدات انيحيو نازي زكوات اتارو اهقراوين كي الاتاتون اب تهاقرالوو بترقاقامون اهقراوي توقات اتاري سوماليان ايرتران
ኤርትራ ንሶማልያ ናይ ኣፅዋር ሓገዝ ከም እትገብረላ ዘረጋግፅ መርትዖ ኣይረኸብኩን ብምባል መግለፂኡ ሂቡ እዩ። ይኹን እምበር ኤርትራ ንሽበራውያን ጉጅለታት ሶማልያ ትሕግዝ እያ ብዝብል ምስምስ ንኽትእገድ ከም ምኽንያት ቀሪቡ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገረ ሶማልያ ንዝነበሮ ንጹር ኣመለኻኽታ ማለት ጉዳይ ሶማል ብሶማላውያን ንኽፍታሕ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ወጊድ ኢልካ ንግጭታት ብዘተ እናፈታሕካ ዘዕግብ ምዕባለ ከተመዝግብ ይከኣል እዩ ዝብል ዘይቅየር መርገፂ ንኤርትራ ከም ተጻባኢትን ስግኣት ሓያላን ሃገራት ስለ ዘቑፀራ ከም ስግኣት ሰላምን ምርግጋእን ሃገረ ሶማልያ ክረቕሕዋ መረፁ። ሽድሽተ ብተራ ወሰንቲ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ብምክያድ እገዳ ክስግደደላ ተደጋጋሚ ርክባት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒውዮርክን ተኻይዱ። ብምሉእ ደገፍ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ድማ ኤርትራ ካብ ጎረባብታ ተነጽሎ ንኽገጥማ ብሰንዓ ፎርም ዝፍለጥ ንኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ የመን፣ ጅቡቲ ዝሓቆፈ ኪዳን ብባሕርን ብምድርን ፖለቲካውን ቁጠባውን ተነጽሎን ከበባ ንኽወርዳ ብ15 ጥቅምቲ 2002 2004 2010 ተደጋጋሚ ርክብ ኣካየዳ። ብ11 ነሓሰ 2009 ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ መልእኽቲ ማለት ኬብል ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ በርሊን ዝተጻሕፈ ብተመሳሳሊ ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ። ኢትዮጵያ ንምርግጋእ እቲ ዞባ መተካእታ ዘይብላ መሻርክቲ ምዃና ተሰማሚዕና ኢና። ደባዊ ምስሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደስኪሉ ዘሎ ንመጻኢ ኣርሕያካ ብምጥማት እዩ። ብመሰረት እዞም 6 ስኑዓት ነጥብታትን ካልኦት እዋን ዘቃልዖም ሕዱራት ባህግታትን ድማ ኣብ 23 ታሕሳስ 2009 ብቁፅሪ 1907 ዝፍለጥ ውሳነ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብስምባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሓሊፉ። ሕጂ እውን ሓንቲ ኣሕቶና ስለምንታይ ኣብ ርእሲ ሕበጣ ምጉልንጭዋ ወፃ ከም ዝበሃል ዓለም ኣብ ክንዲ ካሕሳ እገዳ ህያብ ሓድሽ ዓመት 2010 ንህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ሓርያ። ሕርያ ኤርትራ ድማ መመካት ኮነ መኸተ ብኩሉ ዓይነት ምንብርካኽ ኣብ ዘርኢ ኤርትራ ዘይተኸስተ ፍጻመ ብምዃኑ እገዳ እውን ክሰዓር ብተግባር ወሲኑ። ኩሓልቲ መሰልቲ ኣንቆርቲ ግን ሓድሽ ድሃይ ኣስምዑ። ድሃይ ምሕዱር ንፅፈት ዜጋታት ልካ ዘንቁር እምበር ዝኩሕል ጸላኢ የለን ዝተባህለስ ሓቂ እዩ። I recently renewed sanctions on some of the worst abusers, including North Korea and Eritrea. We're partnering with groups that help women and children escape from the grip of their abusers. We're helping other countries step up their own efforts, and we're seeing results. ባህጊ ኣሜሪካ ከም ዘይተቐየረ ዘርኢ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝተረኽበ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምልላ ካዕበስሳይ ብሓዲድ ባቡር ምድረ ሰማይ ብውስዓትና ስርርዓ 25 ዓመታት ጠፍዐ ግዜ ተኸስራ ዕድል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትልክዖውን ዝከኣል ኣይኮነ። ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ግን ኣይከሰርናን ኣየጠፍኣናን ንብረትና ብሙሉ መሊሱ ቁርስስ መራሕ ምሳሕ ሓዲስ ድራር ካርቱ ምሕደርና ጅባ ሰላም ኹን ጸጋ ዞባ ኤረ ኣዳየ ዝተረኽበ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቕልባስ ኣብ 2021 ድማ ኣሜሪካ በይናዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽእል ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ማለት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ኣውፂኡ። በዚ ትእዛዝ መሰረት ክፍሊ ጉዳያት ወፃእን ክፍሊ ሃገራዊ ግምጃን ኣሜሪካ ማለት ስቴት ዲፓርትመንት ኤን ትራጀሪ ዲፓርትመንት ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓገጎ ዝትግበር ኮይኑ ንጠቕላለየ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ፣ ሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፣ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህወት እገዳ ክግበረሎም እንከሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፈትሐን ማለት ህግደፍውን ኣብ እገዳእቲዎም ሕጂ እውን ሓንቲ ኣሕቱና ስለምንታይ ስለምንታይ እቲ ጥበብ እንተተቀያየረ እቲ ባህግን ሽቶን ግን ሓደ እዩ ንምእተ ዓመታት ብናይ ቃልሲ ዛንታ ዝተኸበ ህዝቢ ተመክሮ ዝተፈላለየ ገጻት ከም ዝርኢ ገይርዎ ከምቲ ዓለም እትብሎ ዝሓየለ ይስረር ህዝቢ ኤርትራ እውን ንኽሰርር ክሕየል እዩ ከምቲ ናይ ትማሊ ሎምን ጽባሕን ዓወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትከውን ምንጪ ዓወትን ስረትን ዓወትን ሓፋሽ ትመትከል እቲ ናይ ጽቡቕ ሕማቕ ኣብነት ከይከውን ዝተሰግአ ኤርትራዊ ስነ ሓሳብ ድማ ኣብ ደንበቀር ንኣፍሪቃ ክስፋሕፍሕን ብሉፅ ኣብነት ንኣፍሪቃዊ ኣግእዞ ኮይኑ ብፅንዓት ኣብ ምምራሽ ይርከብ ዓወትን ሓፋሽ ካብ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፅእና ብዓቕልን ልዝብን ከይትሓለልና ንሰርሕ ኢና ጠባው ልምዓትን ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያት ኮኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ክመፁ ዝኽእሉ ምዕባሌታት ናይ ዞባ ኩነታት ክተት ዕጥቅኻሸት ኣብል ክተት ንሕና ኸነፅለና ክብለና ዝፍትን ድሕር ኣሎ ኮይኑ ንሕና ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዜናውን ምኽታት እውን ዓብ ምኽታት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኩሎም ቶም ጉዳያት ደማሚርና እንተርእናዮም ናይ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ሙሉእ ተሳታፍነት ክህልዎም ምእንቲ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ኣብ ኩሎም ግንባራት ኩሉ ህዝቢ ክትክክል ما عطلت
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم، طيبتم وطاب مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم من برنامجكم أضواء على القرن الأفريقي، هذا البرنامج الذي نقدمه من قناة القرن الأفريقي Horn of Africa TV على اليوتيوب، وكذلك نقدمه على شاشة قناة الحوش، وهذه هي الحلقة الثانية التي نعانق فيها مستمعينا ومتابعينا على امتداد القمر نيلسات. منذ 25 من أكتوبر من العام الماضي تشهد البلاد فراغاً دستورياً تعددت فيه عدد من المساعي للتوافق من أجل الوصول إلى تكوين حكومة مدنية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية يمكن أن تؤهل السودان إلى الانتقال. إلا أن المهمة اتسمت بالتعقيدات البالغة إن لم تكن هي دخلت في باب المستحيل، ذلك لدرجة التعقيدات التي تشهدها الساحة السياسية الآن، ما بين الانقلاب العسكري كامل الدسم والإجراءات التصحيحية التي يسميها البعض. دخلت البلاد في هذه التعقيدات السياسية غير مشهودة من قبل، فطرحت في الساحة السياسية عدد من المبادرات من أجل التوافق السياسي، إلا أن السؤال الذي ظل يطرح نفسه على الساحة السياسية دوما، هل من حوار أو تلاقي ما بين الفرقاء السودانيين من أجل تكوين حكومة انتقالية تذهب بالبلاد إلى فترة ما بعد الانتقال؟ للإجابة على هذا التساؤل وعدد من الأسئلة معي داخل الاستوديو كل من الدكتور فتحي أبو النجا وهو ناشط في منظمات المجتمع المدني، وكذلك سيكون معي عبر الانترنت الأستاذ مبارك النور البرلماني السابق عن دائرة الفشقة، ربما يكون حديثنا بعد قليل حينما يتصلح عنده الاتصال أو يتسر عنده الاتصال. كذلك معي من داخل الخرطوم وسينضم إلي لاحقا سعادة اللواء أمن محمد سليمان وهو خبير في الشأن الإفريقي والشؤون الإفريقية بصفة عامة بما فيها القرن الإفريقي. دكتور فتحي ربما يكون وحدك الذي استطعت أن تصمت معنا في هذا الاتصال، أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك أستاذ عوض. سأبدأ معك أبتدر حديثي ريثما يعني يلحق ببقية الضيوف الكرام. الحديث كان عن تعدد المبادرات السياسية السودانية من بعد انقلاب 25 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، كثير من المياه جرت في الساحة السياسية وتعقيدات، كيف تنظر مبدأ أنت كمراقب ومتابع للساحة السياسية السودانية لهذا الوضع الآن؟ شكرا جزيلا الأستاذ عوض فلسطين، شكرا لبرنامجك Horn of Africa. I'm very happy حقيقة أكون معكم في هذا اليوم. الحقيقة المشهد السوداني تعقد كثيرا بعد 25 من أكتوبر وبعض الإجراءات التي تمت والتي يسمونها انقلابا عسكريا وآخرون يسمونها تصحيحية، ولكن في واقع الأمر الوضع السياسي في حالة بتاع فراغ سياسي ودستوري كبير في السودان، والآن على ما يقرب من عام كامل البلد ما ليس فيها يعني حكومة تنفيذية واضحة، وتعددت المبادرات الحقيقة لأن المبادرات هذه هي مبادرات أهلية ومنها مبادرات إقليمية، ولكن أنا أعتقد أن الحل هو في لدى السودانيين أنفسهم، والوضع يحتاج لقرار وإرادة سياسية من قبل المكون المدني والعسكري معا من أجل الخروج من هذا المأزق، وخاصة أنهم جميعهما يحتكمان إلى الوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح كامل بأن تكون حكومة كفاءات وطنية ليس لذا انتماءات حزبية تمكن وتأخذ البلاد إلى المرحلة. أستاذ دكتور فتحي أبو النجا، حينما تتحدث عن الوثيقة الدستورية بأنها حددت، نحن ربما يكون نعيش الآن في ظل فترة تخلو البلاد فيها من أي التزام دستوري، لا دستور لا وثيقة دستورية، بحكم الرهن السياسي الآن يعني أشبه بالفراغ الدستوري. صحيح. عن أي ترتيبات دستورية يمكن أن تتحدث؟ هذا ما قصدته، أن هما الحل بيدي المكون المدني والعسكري أن يعني احتكمال للوثيقة التي اتفق عليها مبدأ واستمرت حكومة الفترة الانتقالية الأولى لو كان احترموا الاتفاق الذي بينهم لكان خرجنا من هذا المأزق، ولكن أعتقد أنه الوثيقة الدستورية ما زالت هي الوحيدة التي يعني بينها مع حذف بعض المواد في 25 من أكتوبر، ولكن المشهد برمته يحتاج إلى
توافق سياسي وإرادة سياسية حقيقية. أما المبادرات وكثرتها هذه المبادرات أنا أعتقد أنها لا تضيف شيئا كثيرا، لأن كل المبادرات التي تمت كان هنالك عليها ملاحظات، لأنها كثير من بعض من السودانيين لا يرون أنفسهم في بعض من المبادرات، منهم من ينسبونها إلى النظام البائد، منهم من ينسبوها إلى مكونات إثنية معينة، منهم من ينسبوها إلى عقلية سياسية قديمة في البلد، ولذلك المشهد كل يوم ازداد تعقيدا. إذن الحل أعتقد أنه يتخذ الفريق أول البرهان قرارا قويا وشجاعا بتعيين حكومة، بتعيين رئيس الوزراء، والذي يكون حكومة تحدد فيها الفترة الانتقالية، ثم بعد ذلك يتهيأ الأحزاب السياسية إلى الانتخابات في الوقت المحدد مع تكوين المفوضية العليا للانتخابات. هذا هو الحل. أما هذه المبادرات أنا أعتقد ضياع للوقت ليس إلا. طيب دكتور فتحي أبو النجاح، حينما تتحدث توجه رسالة مباشرة على أن على الفريق ركن البرهان في أن يكون حكومة، على أي مادة أو دستور أو وثيقة يمكن أن يرتكز البرهان بحكم أنه الحاضنة السياسية والشراكة التي كانت تجمع في السابق بينه وبين قبل الحرية والتغيير قد انتهت بالانقلاب العسكري الذي تم في 25 أكتوبر؟ إذن على ماذا يمكن أن يرتكز البرهان حتى يخطو مثل هذه الخطوة التي ذكرت، خاصة أن البرهان نفسه تحدث في أسابيع سابقة أنهم خرجوا كقوات مسلحة من العملية السياسية وترك المساحة للأحزاب السياسية حتى تتفق وتأتي بما تشاء من حكومة يمكن أن تدير البلاد؟ صحيح، هذا هو المنطق، ولكن خروج القوات المسلحة من المشهد بطلب من القوى المدنية التي انشقت فيما بينها الآن حرية تغيير ألف وباء وجيب، هم أنفسهم عليهم أن يتفقوا ويلتزموا بالوثيقة التي يعني نظموا بها الفترة الانتقالية الأولى، والتي يعني أتت بسلام جوبا يعني. والغريب في الأمر إنه شركاء السلام اتفاقية جوبا هم موجودين بنص الوثيقة الدستورية التي يعني نقول أن البرهان خرج منها والقوى السياسية المدنية خرجت منها كذلك، فهما شركاء السلام في اتفاقية جوبا بنص الوثيقة الدستورية الآن في مناصبهم يعني. هذا يعتبر تناقض واضح تماما، انه نحن افتقدنا الرؤيه والبوصله السياسيه التي تخرج البلاد من هذا النفق. انا اعتقد الموضوع فقط يحتاج الى اراده، يعني شركاء السلام ما وجدوا في مناصبهم هذه الا بوثيقه اتفاقيه جبل والوثيقه الدستوريه نفسها، ومن هذا المنطلق عليهم ان يلتزموا بها لاخراج البلاد من هذا المأزق.